بهدف الحفاظ على المهن التراثية بحمص وإعادة إحيائها من جديد، أقامت مطرانية الروم الأرثوذكس بالتعاون مع تجمع زنوبيا الفني فعالية مبادرة بكل غرزة حكاية، تضمنت معرضا للوحات مطرزة بالميلان من نتاج عدة سيدات، إضافة إلى عمل مسرحي قدمها 20 شابا وشابة ضمن الصالة الأثرية لكنيسة الأربعين بحي بستان الديوان في حمص. وانه كل سيده تقول انه انا عندي حكايه ورا قطعه عم بشتغلها بايدي، وهذا عمل الميلان اللي هو عمل بيتطلب من الانسان طوله بال، بيتطلب من الانسان خيال حلو كثير كثير، بيتطلب من الانسان ايضا يكون في عنده الوقت الكافي لحتى يقدر يعمل هيك. فالظروف اللي نحن عم نعيشها يمكن هلا بتخلي سيدات يقولوا انه نحن ما بدنا نضل منزوين، نحن لنا دور بالحياه. هني ورشتين مشوا بالتوازي مع بعضهم، ورشة تطريز ميلان مهنة تراثية قديمة مشهورة فيها نساء مدينة حمص، جربنا نعيد إحيائها وندرب عليها حوالي 23 سيدة، ورشة ثانية هي لحكايات وروي للممثلين. بلشنا من 5 شهور وأنا بالنسبة إلي ما كان عندي أبدا خلفية عن الميلان، والحمد لله مشيت وصرت أشتغل. في عدة قطاف، في عنا الفينيس، في عنا حراشف السمكي، في عنا البرايد اللي منشتغلها بين القطاف. المشاركات في ورشة الميلان أكدوا بأنها أسهمت بإتاحة الفرص لهم بتقديم عدة قطع مميزة، كذلك تمكنوا من تطوير أدائهم بإدخال نقوش جديدة، بينما العمل المسرحي كان عبارة عن مجموعة من حكايات أهل حمص ومعاناتهم من الحرب الإرهابية مع وجود نفحات كوميدية خلال الفقرات. والميلان يلي هي الصناعة الحمصية التقليدية يلي لها علاقة بالذاكرة الحمصية، واللي ما كتير هذا الجيل الجديد بيعرفها، يعني أنا ما كنت بعرفها، ماما يمكن سمعاني حتى عنا يعني سمع بس ولا مرة مشتغلتها. فهي الدورة كانت فرصة إن هي تلاقي سيدات عندهم نفس الاهتمام وإنها تتعلم هذا الشيء وإنه يكون في هذا الإنجاز الحلو. يعني أنا بعرف الميلان طول عمره موجود، وكانت ما في صبية تصير عروس إذا ما كان في بجهاز الميلان، وبعدين انقرضت هاي المهنة يعني. فهلأ إنه إحياء إعادة إحياء وصافي عنا نساء عم تشتغل بهالدقة وبهاللاي شيء كتير حلو. حبينا نقول للناس ونعرف الناس عن مدينة حمص وعن تاريخ هاي المدينة، ومن خلال هالحكايات البسيطة اللي بتعبر عنا نحن الحماصي. هذه المبادرة هي نتاج عمل لمدة 5 أشهر وتجربة مميزة أبدعت فيها سيدات وشباب حمص لإحياء ذاكرة وجمال المدينة. من الصالة الأثرية بكنيسة الأربعين في حمص القديمة، شيرين العلي، الإخبارية السورية.